لكفاية الأدلة المتحصلة في هذه القضية بحق المتهم طارق عزيز عيسى لارتكابه وبالاشتراك حكمت المحكمة على المدان عيسى لارتكابه وبالاشتراك التعذيب تحصل في هذه القضية بحق المتهم سعدون شاكر محمود بالإعدام شنقا حتى الموت قرار عبد حميد محمود خطاب بالإعدام شنقا حتى الموت في 26/10/2010 وأفهم علنا سبعاوي إبراهيم حسن الحسن لارتكابه وبالاشتراك